ربنا يكرمك. وهنخش بقى على طول على الماتش يا ريت. المرتقب وسفر البعثة خلاص، وإن شاء الله يوم الاثنين نفرح كلنا والأهلي يحقق تاني التاريخ أو يكتب التاريخ من جديد ويضم طبعا إن شاء الله يعني البطولة دي لتاريخ بطولاته. هل نقدر نقول إن احنا هنبدأ أو عندنا إلى حد ما تخوفات، ولا الموضوع إلى حد ما لو شفته برضو كده كمشهد من بعيد لا الحمد لله الصورة مطمئنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية علشان نبقى عارفين سياسة وتاريخ النادي الأهلي، يبقى عارفين إن دايما النادي الأهلي بياخد بالأسباب. إيه هي الأسباب؟ مجلس إدارة بيقوم بدوره. كويس. إيه دوره؟ دعم الطرق القانونية، يروح يشتكي في الفيفا الاتحاد الدولي، يجيب الطيارة، رئيس البعثة يبقى رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، الجهاز الفني يدرس الفريق كويس، اللعيبة تتجهز، الجهاز الطبي يجهز اللعيبه اللي كانت مصابه بحيث ان كل واحد يخش المباراه وهو سليم 100%. المباراه اللي فاتت مع انبي الراجل لعب، ده كان في 7 اساسيين مش موجودين اصلا، وكان ممكن في ناس تلعب ما لعبهمش علشان يعني بيجهز. هو عنده وعنده ثقه في اللعيبه اللي هتلعب، فكل واحد بيعمل الاسباب بتاعته كويس. فدي والجماهير حتى عامله اللي عليها. الناس عايزه اقول لحضرتك ما فيش حد بيقابل اي حد من الناس اللي ليه علاقه بالاهلي الا ما بيسالهم انا عايزه اسافر، عايزه اسافر اعمل ايه؟ فالناس كلها عايزه تروح. يعني لا انا اقول لك على حاجه ثانيه، انا هو لو تلاحظي مثلا في الماتش ما ادانهوش كويس، اظن ماتش الطلائع او البنك الاهلي، البنك يعني الاهلي البنك الاهلي ما ادانهوش كويس، الجمهور شفتي هل في حد مثلا شك لحظه في النادي الاهلي؟ لا ابدا. طب الماتش اللي فات احنا مغلوبين لحد الدقيقه 90 او 94، يعني احنا جبنا جول في الدقيقه 94 وجول 97، هل الجمهور زيط او عمل اي حاجه؟ في ثقه. وبعدين انا ساعات ببقى متضايق قوي. دي مجموعه من تفاصيل كتير بتدي لجماهير النادي الاهلي خصوصيه شديده الحقيقه، ودايما المنطق عندهم حاضر، يعني الى جانب طبعا الشعور بالانتماء واللي بيترجموه بمنتهى الفعاليه في صوره تدعيم ومؤازره للفريق سواء في الاستاد او بره الاستاد، لكن عموما جماهير النادي الاهلي في حته لوحدها كده. يعني هو اللاعب رقم واحد يا كريم، والله اقسم لك بالله اللاعب رقم واحد. مجلس الاداره لما بيقوم بدوره ما بيقومش بدوره بناء على رغبه جمهور، او جمهور ليه دور، جمهور دوره انه في المدرج يشجع فرقته ويشجع لاعبته ويقف معاهم في كل اللحظات. ساعات ببقى متضايق ان حد يوجه الجمهور يقول له والنبي انا عايز، يعني انا عايز ادعم يا اخي، هو بيدعم من غير ما اي حد يقول، لان ده الجمهور ده هو ده عصب النادي الاهلي. الحاجه الثانيه لما بناخد بكل الاسباب بنبقى بعد كل الاسباب واللعيبه واللعيبه جاهزه والاعداد البدني والنفسي وكل الامور دي، نمره واحد بيبقى توفيق ربنا، يبقى في هذا اليوم ان شاء الله يبقى الحكم ما يبقاش فيه اخطاء خطيئه مؤثره. بس الحكم كويس الحمد لله يعني بشهاده الجميع، حتى كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتحدث. يعني انا بتكلم على التوفيق، يعني هو الماتش اللي فات جوميز برضو في الماتش اللي فات مع الوداد كان فيه لاعب مهم جدا في فريق الوداد كان المفروض يطرد، واخد انذار، وفي كره ثانيه راح واخدها بايده كان المفروض ياخد كارت احمر، تغاضى هو عن الكارت الاحمر. انا اقصد بقى مش حلو ده. ايوه يا كابتن، قلت ايه بقى؟ يبقى اذا هنقول ان هو مش مغرض ولا حاجه، لكن بنقول ان هو حاجه زي دي كان عامل حسابها.